انتبه يا شفيق، ان هناك احد يلاحقنا. سي 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 سي. السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم ايمن تيوبر وكسي ميسي الطيبة. اليوم اجتنا كسي ميسي الطيبة، زارتنا على البيت وراح تساعدنا ان شاء الله، وراح نبحث عن كل المخطوفين اليوم ونحررهم. راح نحرر شفا وابو فلة ورحمة وجميع المخطوفين باذن الله، ومعانا كمان سونيك الطيب. يا جماعة اجتمعنا، اجتمعنا عليهم. ومعانا ماشا الطيبة، تمام، بس ما بعرف ليش عيونها بيض، حكت لي انها طيبة الله اعلم. ومعانا خلودة، طبعا كل واحد منا طبعا خلودة شارب مشروب القوة. والآن راح نخليه ينزل بمكان. يلا كسي ميسي خلينا نروح. طبعا يا جماعة الغابة اللي راح نروح عليها غابة نادرة جدا غريبة، عمره ما شخص فاتها، يمكن 10 أشخاص اللي فاتوها بالحياة كلها. تخيلوا هاي الغابة جدا 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 مرعبة وغريبة وخطيرة علينا. وفيها شخصيات، يقولوا كل الشخصيات الكرتونية اللي في العالم موجودة فيها، بتعيش فيها، تمام؟ يعني هي مقرهم الرئيسي. فيلا كسي ميسي، كسي ميسي طبعا راح تسوق فينا وراح نروح على الغابة. طبعا يا جماعة قبل ما نبدأ في الفيديو، الكل يعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لازم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصل العشرة مليون ونستلم الدرع الألماسي، وراح نعمل حفلة كبيرة كبيرة كبيرة. طبعا يا جماعة الكل يعمل لايك للفيديو علشان ما يصير لنا أي شيء بإذن الله طبعا، واكتبوا في التعليقات تم، الكل يعمل لايك. يلا يلا يا كسي ميسي خلينا نروح على الغابة المرعبة. نعم هيا 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 كسي ميسي راح تسوق فينا. ماشا مستعدة؟ سونيك مستعد؟ يلا هيا بينا يا جماعة، يلا راح نروح على الغابة المرعبة بسم الله. يلا يا جماعة طبعا احنا تقريبا هينا من الطريق، أنا صرنا بربع الطريق الأشرار. طبعا انا يا جماعة طفيت الكاميرا ومشينا تقريبا إلنا ربع ساعة بنمشي، بس عشان ما تملوا يعني، عشان ما يصير الفيديو طويل، فهمتوا علي؟ نعم كونوا حذرين يا أيمن. نعم. يا الله أشرار. طبعا سونيك بيحكي ديروا بالكم بلش يشتم رائحة أشرار، والله أعلم يعني. أنا مش عارف يا جماعة شو راح يصير، أنا خايف كثير. ماشا نعم، هل تشتمي رائحة أشرار؟ ونعم يا جماعة ماشا كثير غريبة، هاي شكلها الشريرة. أنا أشتم خلودة، بشتم رائحة أشرار. كسي ميسي نريد أن نضع خلودة جنب الطريق هناك، تمام، علشان يبحث هو في المكان هذا وإحنا نكمل. نعم. علشان نبحث في الغابة. نعم. فلازم نتوزع علشان أي شخص فينا يلاقي شيء يخبر الثاني. نعم. تمام يا خلودة، إذا لقيت شيء تتصل علي. سأتولى المهمة إن شاء الله. يلا تمام يا جماعة، أول ما ننزل خلودة راح نكمل الفيديو. نعم. طبعا يا جماعة احنا وصلنا عند بداية الغابة وراح نحط خلودة هون. تعال تعال يا خلودة، في هون كثير من السيارات. طبعا هي الغابة جاية الآن جنب شارع، احنا لسه ببداية الغابة بس ما دخلنا على الغابة الرئيسية، تمام. طبعا هون المكان يا جماعة، طلعوا كيف. يلا روح هناك وابحث هون، تمام، ابحث هون جوا، تعال هون ابحث جوا. هيا سونيك هيا اركب معنا، تعال. يا الله انا خايف كثير، حاسس في اشي وراي. يا الله يا جماعه انا حاسس انه خلوده مش بخير، انا احساسي عمره ما خيبني. طبعا احنا قربنا يا جماعه نوصل الغابه، قربنا، بس رغم انه قربنا نوصل الغابه بس لسه بدايتها يعني، ما راح ندخل على الغابه يعني، بنص الغابه، فاهمين؟ يا الله. طيب يلا يا جماعة أول ما نوصل عند الغابة، طبعا الآن راح نودي سونيك نخليه برضو يستكشف مكان. يلا يا جماعة وصلنا عند بداية الغابة وسونيك راح يدور بهذا المكان. نعم. تمام يا سونيك، بدنا نعتمد عليك، دير بالك بإذن الله. يلا يا سونيك روح هيا اذهب دير بالك. ادعوا لسونيك يا جماعة في التعليقات، يلا راح نكمل بحث. طبعا يا جماعة سونيك ان شاء الله انه يكون بخير، انا مش عارف شو راح يصير معه. طبعا احنا لسه ضايل تقريبا كم ضايل على الغابه يا كسي ميسي؟ بقي
أوف بقي الكثير؟ بدنا ربع ساعة أو نص ساعة؟ يا جماعة إلنا أكثر من نص ساعة بنمشي بالسيارة وأخيراً وصلنا بداية الغابة. تمام؟ طبعاً بداية الغابة يا جماعة لازم نمر من عند الغابة المسكونة اللي دايماً كنا نصور فيها، تتذكروها الغابة المسكونة، لازم نمر منها عشان نروح على الغابة الثانية، ما كنا عارفين هاي المعلومة. طبعاً الضوء اللي شايفينه هي عبارة عن إضاءة أنا حاطها، أنا جايبها معي علشان نقدر نشوف في الظلام. هذا صحيح. تمام؟ فالآن يا جماعة راح نستكشف ونحاول نروح على الغابة الجديدة، بس الغابة الجديدة ما حدا قدر يوصل لها، ما بعرف ليش. كل ما حدا يحاول يروح على هاي الغابة بتصدوا له أشرار وبيهاجموه ناس وبتطلع لهم شخصيات غريبة. طبعا في ناس مش مصدق هذا الحكي، وفي ناس ممكن يحكي إنه أيمن يتخوث، أيمن يكذب. طبعا يا جماعة الموضوع حقيقي 100%. نعم. طيب وأنا يلا شاهدة. يا ماشي تعالي خلينا نستكشف. لا يوجد أشرار، هذا غريب. ما في حدا. لا أشم أي رائحة غريبة. خليكي هون، خليكي هون، خليني أستكشف أنا لأني أنا خايف عليكي، ما بدي إياك تنضري. حسنا. خليكي هون. انتبه على نفسك يا أيمن. ماشي. يا الله. يا الله لازم أستكشف المكان يا جماعة، كأني سامع أصوات غريبة. إيش هذا؟ شايفين هذا؟ إيش هذا يا جماعة؟ مين شاف اللي أنا شفته؟ طلعوا. إيش هذا؟ إيش هذا يا جماعة؟ حد يكتب لي بالتعليقات أنا مش. بسم الله الرحمن الرحيم. مين أنت؟ ماشا؟ وين ماشا راحت؟ أكيد خافت منه وهربت، تركتني لحالي. يا الله أخ أخ، إيش هذا اللي ضربني بظهري؟ إيش هذا؟ أخ يا الله. يا جماعة أنا مش عارف إيش هذا. يا الله أخ يا ظهري أخ. يا جماعة اكتبوا لي بالتعليقات ايش اسم هاي الشخصية اللي انا لقيتها. يا جماعة الموضوع كثير كثير غريب. لقد دخلوا إلى غابتنا. نعم. علينا أن نهاجمهم. يا جماعة لازم أدور على ماشا ونكمل طريقنا ونروح على المكان المهجور، على عفوا على الغابة. الغابة الجديدة لازم نروح عليها يا جماعة. يا الله. بسم الله. ادعوا لي في التعليقات يا جماعة، الكل يكتب الله يحميك يا أيمن، الكل يكتب الله يحميك يا أيمن. يا جماعة المكان كثير كثير مرعب، وأول مرة بيطلع لنا زي هيك شخصيات جديدة وغريبة. أنا مش عارف إيش هاي الشخصيات. يا الله يا جماعة في صوت أقدام وراي، سامعين الصوت؟
ايش هذا؟ شفيق حبار! يا الله! شفيق يا جماعة! شفيق وسبونجوب! اقسم بالله مين شافه؟ مين شاف شفيق؟ يا جماعة هيو شفيق! يا الله ما أطوله ما أكبره! طلعوا يا جماعة كثير عملاق! شفيق حبار يا جماعة! شفيق حبار يا جماعة! يا الله! لازم أهرب! لازم أهرب يا جماعة! ماشا وينك؟ ماشا؟ يا جماعة اكتبوا لي في التعليقات الله يحميكي أيمن اعملوا لايكات كثير! الكل يعمل لايك ويكتب في التعليقات تم بسرعة! بسرعة يا جماعة! لايك للفيديو واكتبوا في التعليق تم! بسرعة يا جماعة! طلعوا يا جماعة شفيق حبار ومعه سبونج ووب طلعوا أوه. يا الله لازم أهرب لازم أهرب يا الله يا جماعة أنا كثير خايف أول مرة بيصير معي أشياء زي هيك يا الله آخ آخ يا كتفي كيف يتجرأ هذا الطفل ويدخل غابتنا؟ كتفي تخدر يا جماعة يا الله يا الله يا جماعة يا الله يا جماعة شفيق حبار يا جماعة هيو شفيق حبار يا جماعة لازم اتخبى ورا الشجرة لازم اتخبى ورا الشجرة هيوم هيوم لازم اتخبى هون لازم اتخبى هون لازم اتخبى هون يا الله يا رب ما يشوفوني طلعوا يا جماعة طلعوا يا جماعة قاعدين يدوروا علي بس مش ملاقيني لانه انا ورا الشجرة متخبي هيوم يا جماعة صاروا يحكوا مع بعض صاروا يحكوا مع بعض يا جماعة شكلهم بدهم يتفقوا علي طلعوا انا كثير خايف يا الله ها يا الله يا جماعه احكوا لي وين اروح احكوا لي وين اروح مش عارف شو بدي اعمل اعملوا لايكات كثير للفيديو واكتبوا في التعليقات الله يحميك يا ايمن شو رايكم اهاجم شفيق المشكله يا جماعه شفيق كثير كثير مخيف طويل جدا يا جماعة شفيق طوله أكثر من مترين يا الله يا جماعة حسيت في حدا بيراقب فيي أو كان جنبي هون طلعوا ما في حدا ما بعرف يا رب شفيق ما يشوفني لازم ألاقي ماشا لازم ضروري جدا إني ألاقي ماشا يا جماعة إذا ما لقيت ماشا مصيبة مصيبة ماشا سمعوني 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 يا الله شوفوا قاعدين يمشوا قاعدين يمشوا سمعوني يا جماعة لما نديت عماشة سبونج بوب هيوم 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 يا الله شفيق حبار يا الله يا الله يا جماعة وين بدي أروح مش عارف وين بدي أروح المشكلة أني مضيعت ماشا مش عارف وين هاللي بيعرف وين ماشا يكتب لي في التعليقات يا جماعة اكتبوا لي في التعليقات وين ماشا انا لازم اتخبى يا جماعه لازم اتخبى لازم اتخبى يا سونيك الطيب سأخطفك الآن أنت ماذا تفعل بي أنا طيب تعال معي أنا طيب أسمعك هيهم 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 يا جماعة هيهم 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 شايفينهم هيهم 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 مش عارفين وين أنا
هيهم. يا الله مش عارف شو بدي اعمل، مش عارف شو بدي اعمل يا جماعه. اكتبوا لي في التعليقات شو اتصرف، اكتبوا لي في التعليقات شو اتصرف. انا كثير خايف، انا كثير خايف يا جماعه. شفيق حبار اول مره يهاجمني يا جماعه. حاس في صوت وراي، حاس في حدا وراي، في اشي، في اشي مر بسرعه من هناك يا جماعه. انا كثير خايف. سبونج بوب اجا، سبونج بوب الشرير اجاني يا جماعه. يا الله يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني. قاعد يدور علي، قاعد يدور علي يا جماعه. سي 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 قاعد يدور علي. يا الله لازم أغادر، لازم أغادر. أيوة 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 أيوة. شفيق حبار أيوة هناك يا جماعة، شفيق حبار أيوة أيوة أيوة. أنا متأكد إنه بخطف، قاعد يستنى فيي. إيش هذا؟ مين هذا يا جماعة؟ شايفين؟ شايفين؟ إيش هذا؟ في صوت وراي. سبونج بوب يا جماعة، شفيق حبار شافني قاعد يلحق وراي. يا الله يا الله يا الله، الموضوع جدا مخيف. أنا مش عارف شو بدي أعمل يا جماعة. لازم أتخبى، لازم أتخبى، لازم أتخبى يا جماعة، لازم أتخبى يا جماعة، لازم أتخبى. يا الله لازم اتخبى يا جماعه. لا! لازم اهرب يا جماعه من هذا المكان. لازم اهرب من هذا المكان. كسي ميسي بسرعه شغلي السياره، كسي ميسي بسرعه يا جماعه. شكلهم اختطفوا كسي ميسي، مش موجوده. يا الله وين راحت كسي ميسي؟